برشلوني، تدري ان ناديك حقق اكثر من 100 مليون كارباح العام الماضي؟ طيب وانت اللي تشجع ناديك حقق اكثر من 15 مليون كارباح. مو بس ذولي، مانشستر سيتي، ميلان، حتى فنربخشة وباريس سان جيرمان كلها ربحانه، بينما الاتحاد مديون حول 300 مليون والنصر 265 مليون. الأندية عندنا بدل ما هي مصدر دخل للبلد هي مصدر تكلفة. إيرادات الحكومة قاعدة تنصرف لدعم الأندية ولا في نتائج. ليش منا بزيهم؟ بتقولي وين هذول أندية عالمية وإن ما حمتري وشلا؟ أقولك صحيح، بس التخصيص من أهم خطوات التصحيح. فكرة التخصيص أو الخصخصة هي إن في جهات حكومية تتحول لشركات خاصة باختصار، وبالتالي تصير تشتغل صح بشكل أفضل وتحقق أرباح للبلد وتفيد الاقتصاد. التخصيص مو بس للرياضة، الكهرباء والموية والخدمات الصحية والتعليم وغيرها كثير. محلياً كان لنا تجربة من زمان في الخصخصة، واللي هي وزارة البرق والبريد والهاتف. مش برقة؟ المهم نرجع لسالفتنا. كانت تاخذ فلوس عشان تقدم للمواطنين خدمة الاتصال، ومع ذلك الخدمات سيئة والتكاليف عالية. وبعد التخصيص تحسن التعامل مع العملاء، وبدل ما كانت رسائل الفاتورة سدد ولا والله لنقطع خطك ايه هدب، الحين لا 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 لا، الوضع تغير الحين. عزيزي الأمين نشكر لك ثقتك، ولو سمحت يعني إذا ودك سدد. تغير جذري، اللي صار إن اقتصاد الدولة تحسن والمواطن استفاد بخدمات أفضل وأرخص، والمستثمرين صار عندهم أرباح بهالشركة. وش الجاي حسب الرؤية؟ في عشرات القطاعات الحكومية بتتخصخص، وغالباً الدولة بتقدم دعم مالي للجهات اللي بيتم خصخصتها عشان ما تكون مكلفة على المواطن. الزبدة، برنامج التخصيص مو بكورة وبس، هو رحلة طويلة بيغير جهات حكومية كثيرة لشركات تشتغل صح وتنافس عشان تخدمنا بشكل ممتاز. عطنا رايك، وش أكثر جهة حكومية تحتاج تتخصخص وليش؟ ولا تنسى تشترك بالقناة، ونشوفك الحلقة الجاي.